هل توفي الملك سلمان وتكتم ولي العهد على الخبر لحين ترتيب أمر الحكم؟ شكك ناشطون على تويتر بالأنباء التي نقلها الديوان الملكي على لسان العائلة السعودية الملك بن عبد العزيز. التي كان آخرها تعزية سلمان بوفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات الراحل. وكان الديوان الملكي السعودي أعلن قبل أيام عن دخول الملك سلمان المستشفى لإجراء فحوصات عاجلة، والذي يبلغ من العمر 86 عاما ويعاني من أمراض شتى. بعض النشطاء شككوا بوجود الملك سلمان على قيد الحياة أصلا، وزعموا أنه توفي وتم التكتم على الخبر من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحين ترتيب أمر الحكم. واستشهد أصحاب هذه المزاعم بتكتم محمد بن زايد على خبر وفاة شقيقه الشيخ خليفة بن زايد، حيث لم تعلن وفاته رسميا إلا الجمعة. وفي هذا السياق قال الكاتب السعودي الباريس تركي الشلهوب: كان الذباب الإماراتي قبل أسبوعين ينشر صور خليفة بن زايد بكثافة،